جديد غادي نحتاجو فيه سميتو هادو المقادير باش غادي نصايبو. نوريكم كيفاش غادي تصايبو اول مره الصبره، كيفاش تبرموها، كيفاش تقادوها، كيفاش الطريقه ديال الصياب ديالها. اول حاجه غادي نحتاجو ليها كيف ما شفتو معنا، غادي نحتاجو لهاد الصبره كيف ما شفتو معنا، هي كتكون على هاد الشكل، كتكون مبرومه بهاد الطريقه. غنحتاجو لواحد العويد على هاد الطريقه، اي عويد كيف ما لقيتوه. غنحتاجو الخيط، الخيط ما عرفتش انا اش بغا دير به، المهم انا حطيتو ليكم. غنحتاجو فليل باش غادي نشدو بهاد سميتو، غادي نشدو بهم سميتو. غنحتاجو طريفات ديال الثوب، ها انتما كيفاش كتشوفوا معايا الطريف ديال الثوب، راه ما طويلش، غير طريف ديال الثوب صغير غادي تبغيو ديروا به المسائل ديالكم كيف ما شفتوا معايا هنا. ثاني حاجه غادي نحتاجو المقص اللي غادي نقدروا نقطعوا به المسائل ديالنا. هانتوما كيف ما شفتوا معايا هذه هي طريقه ديال التحضير، طريقه ديال التحضير ديال هذا الشيء. نكونوا على موعد، غادي نوريكم طريقه ديال كيفاش تبربوا الفيل، كيفاش ديروا الخيط، كيفاش ديروا المسائل كلها. هذا الشيء اللي عطى الله دابا، ونكملوا معكم في حلقتنا الاخرى ان شاء الله. بسم الله بسم الله. كنهزوا هذه الصبره، كنشوفي هذه العبيده، هذه هذه العبيده كنشدوها كنحلوها، كنبداو نحلو نحلو نحلو. هذه هاد البلاصه اللي عقولها كنحلوها هانتي، ولاني مع الحضر هانتي كتحليها كلها من هنايا، وما تحاوليش تتبقي ترونيها، راحك الصبره دغيا كت شتي دغيا كتخبل هانتي، دغيا كتخبل هاكا. منين نقربو طيب ديك شويه، منين نقربو لهاد الراس هانتوما شتو 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 شتو، هانتوما شتي كنشدوها كنحلوها هكا هكا، كيبان لينا هاد الخيط اللي كنا جرينا شتي، ها هو شتي كنشدوها كنديرو ليها هاك، كنديرو هاك، كنديرو هاك، كنديرو هاك هانتي، وكنشدو الصبرة كنديرو ليها هاكا 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 هاهي. كنشدو هاد الخيط هذا، كنبداو البداية ديالو هاكا، تنشوفو واش تمشى لينا بين الأصابع، تنشوفو واش تمشى لينا ما بين الأصابع هاكا، و تنشوفو هاكا. المهم صافي تمشى، صافي كناخدو هادي، كناخدو الراس ديال داك العقدة، راهي العقدة راهي لتحت، هاهي العقدة لا تنقلبو عليها. ها هو العود اللي كنصيبو فيه، كنطلقو فيه الصبرة. أول خطوة إلا بغيتي تصيبي خدمي هانتي، ها هي شتي العقدة، اها كنشدوها تنديرو ليها هكا هكا، تتلويو هاد الخيط كلو اللي قدامنا. ها هانتوما هنا غدا تنزرب باش نحيد باش نطول عليكم. هانتوما شتي الصبرة دغيا راك دغيا كت، هي في الحقيقة كيقبطوها جوج دناس، ولكن اللي بوحدو راه خاصو يتأقلم معاها، مع انه بوحدو خاصو يقضي الغرض لراسو. ها 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 وانا وانا كنبرم، وما نكثرش، ما نبقاش نحل بزاف، نحل غير القياس، لان راه كتخبل الصبره دغيا كتخبل. ها نتوما بلاتي نوريهم ديك اللي مخبله، شتي هاك 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 هاكا، ونستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا البريمكان. خاصك توريهم مزيان هاد الطريقه، لان هادي راه صعيبه شويه هاك كتير، ديما بقاي بشويه هاك هانتوما. لا ما تحليش، درتي الطريقه اللي دوينه بيديك خدامين بجوج مزيانه هاكا، سيري هاكاك ويديك خدامين بجوج، ها ها سيري لوي 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 هاك، ها وانت كتلقي غير واحد بواحد صبع بصبع هانتي هانتي هاكا، وكتقادي كتقادي هاكا بشويه 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 بشويه، وعندك هذيك الصبره تخرج لك من هنايا، حيت الا خرجات مشى الخلخال.
ديما وسعي هكا كل صبره تقبط بلاصتها. ها ها صافي. انتما بالنسبه لمني كتشات لكم الصبره هانتوما كازي يديك شويه هكا هاي شط لينا الصبره دوز يديك بلا ما تعوجيها ديري غير هكا هانتوما شفتوها هنايا ها هو الصبره اللي صايبنا شفتو معايا ها هو القياس اللي صايبنا نحاول ما تشدش يديا يا دابا داكشي اللي شاط لينا اش غادي نديرو ليه كنجمعوها من هنا كنخرجوها كنلويو داك الخيط اللي منها اللي خاصو يخرج منها ها نتوما شفتوه كنلويو بهاد الطريقه حاولي تنزلي هكا كنديرو ليها هكا كنشدو هادا هكا 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 وغنعقدوها وغنعقدو ديري ليك عقد لا ديري عقد في الاخر كيفما كانت قبل كنشدوها كنديرو ليها لا عقديها بعدا عاد قدو نقدو ليها الخيوط انت شدها ثاني نقدوها هكا هكا انت شتي هي هذيك العقده صافي ورا غادي نشدو نديروها وسط هادو قي وسط هنايا صافي ملي نبغي نخدم بها راه غنخدم بها ثاني بنفس الطريقه نشدو نديرها فشي حال في البلاصه حتى تلفق علينا خدينا غير القياس ديال الصبره اللي بغينا ها هي حتى هي قدنا بنفس الطريقه اليوم ما تعقد ما والو هادي عقدتها عقدتيها نشدوها غادي نجيو حتى لهاد العقده اللي هنايا غادي نديرو ليها هاكا نشد هادشي اللي كاين هنا كنحيد هذا اليوم خاصنا جو لهاد اللعيبه نتوما شفتو معايا راه كنديرو فيها غير هذا غادي نشد الصبره غادي نستعملها بهاد الطريقه سيري صافي سيري مزيانه غادي نشدوها هكا نتوما راه جوج خيوط هذا وهذا شو تنخليو هذا كنديرو لهذا هكا هانتوما شنو وكنشيو لهذا ثاني ونديرو ليه هكا كلهم من نفس الاتجاه هكا وغادي نشدوها ونديرو ليها هكا ونبرموها بالمعاكسة هكا ونديرهم يديا هكا تنخرجوها غادي نعاود ليكم واحد وجوج هانتوما ها هانتوما شتي كي كيولي مبروم ها ملي كندخلو لبرا وهنا باش كنخدمو هانتوما شتو هادي لبرا وهنا باش كنخدمو بلاتي ندير ليكم لبرا باش تعرفو واش كندير توا هدا كنهزو هاد لبرا ديال الضرس هانتوما ها هاكم 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 باش كنشدو هادي لي دايره هاكا وكندخلو وسطها وكنخدمو في هداك التوب كنخدمو في التوب دخلي لا بلاتي دابا غير بليت ليهم باقي غندير ليهم مرحلة أخرى دابا وريت ليهم غير كيفاش هادي جمعي يديك شوية بجوج وريت ليهم دابا غير البريم كيفاش داير ها راه هاكا حيت باش نديرو فيه البرا وندخلو وسط هدا هانتي وأنا غادا هاكا هانتي نديرو ليها صغير باش ما هاكا باش ما وهدا هانتي ها هو راه تيبان تيبان ليهم صافي سربي بلاتي راحتي اللي كتقول ليا سربي هاكا بلاتي نحطو هدا كنديرو هدا هاك كنخليو هاكا كنجرو هدا
وديروا ليه ثاني نفس الطريقه هكا كل بجوجهم نفس الاتجاه، وكنديروا كنجمعوهم باش نديروا كنجمعوهم تديروا لهم اتجاه معاكس هكا. ها انتما شوفوا هكا زيدي برميه الضربه بزاف برميه شوي لا ها هو مبروم الا برتمتيه ثاني بزاف تيكون في الشكل ما كتجيش فيه الخدمه مزيانه. وكنشدوا هاد البليصه وكنشدوها كنديروا لها هكا كنحيدوها وكنحيدو ثاني ها هي البره وكندخلوا البره من هنايا ها هي ها هي كندخلوها من هنا وكنمشيو لهاد الثقب هذا هذا ها هو شتي كنشدو هكا وهكا وهكا شدو هكا ها شتي ها البره ها شتي تنديرو ليه هكا تنديرو التوية بلاخر هكا هانتوما شتو هكا هكا هانتوما هادي الملاقية اللولة ديال الضرس هانتوما كنشد هكا كندير الفليك من هنايا وكنعقدو هاهو هاكا غا باش يقبط ليا هدا باش تقبط ليا هادي مزيان هانتا راه مكتزعزع ما والو ها كتقبط مزيان كنشد هاهوما شتي كنبداو بسم الله وقفي هيا نديرو هكا كنديرو تاني هكا هكا كنديرو كندخلو وسط وسط هنا احنا درنا واحد العقدة نشدو هنايا ونديروها هاكا هيا درنا واحد العوينة نمشيو تاني لهنايا هاكا كندخلو وسط هدا جوج هيا كنديرو تاني هكا هادي هي أول حاجة كتجمعي بها قميص جلابة الخطوات الاولى اللي كتجمعي بها قميص وجلابه والدراعيه كاع الحاجه البلديه هانتي كل مره غندير لكم واحد الدرس على هذا الشبكه انتما هي الشيء هي بدات كتبان انا نمشي معكم حتى يتسالي لي هذا الخيط
دابا هاد الملاقيه راه هنا، هذه هي الملاقيه ديال القميص، ملا من القدام ولا من الكتاف ولا من سميتو، تنجمعوا بها القميص كله. هانتوما شفتوا الشكل ديالها، كتجي زوينه الصراحه. غادي نستمر هكا. وهذه هذاك الدريس الاول اللي كيكون هذه، راه تقدري تجمعي وديري غير دريس قدام في الكمام وتتجمعي بها القميص، وتجي غزاله وتجي خفيف وتجي من داك الشرفه، سيرتو في الصيف ما كنبغيوش نلبسوا داكشي ديال السفاء، ديك العماره وداكشي كتجمع مع العرق وداكشي. هذه مخيره اللباس كله البلدي في الصيف، ديال الصيف للجلبات ولا قفاطر ولا قميص ولا كلشي خيره. هذه خلاص كنديروها غير كنلاقيو بها لهذا الكتاف، القدام من التحت، ولا الا بغيتي تلاقي بها الجناب ديال القفطان ولا ديال الجلابه، كتجي زوينه الصراحه. وكتجي سريعه، تقريبا في يومين غادي تقدري تسالي القميص كله حيت كتمشي بها بواحد الخفه، كتمشي بواحد الخفه. غادي نعاودوا الطريقه هنايا، غادي ناخذوا سفي واحد اللون واحد اخر هكذا باش يبان لكم الفرق، يعني حيت انا درت داك اللون هكا جاي قريب لذاك الثوب. فضلنا اننا نعاودوا لكم الطريقه باش تشوفوا كيفاش. هذه المبتدئات زعما اللي ما عمرهم داروا هذا الشبكه ولا عرفوها كاع من الاول، من البدايه ديالها. هانتوما دابا كديري العقد الاولى بهذه الطريقه، العقد الاولى عاد كتمشي مع سميتو مع داك الطرف الثاني، كتلاقيهم بهذه الطريقه. هانتوما انا كنوريكم الشده ديال البره وكلشي، كيف ما قالت ماما راه البره كتكون ما عندهاش داك السنين القدامين، ايه الراس داك الماضي كتكونش عندها، الراس الماضي كيكون راسها بحال حافي، بحال مهرس، بحال مهرس. ها تيقولوا لي عطيني هذه البره ديال الدرس، وتيعطيك هذه البره تتكون غليظه وداكشي، تدخلي الخيط كما بغيتي وداكشي، وهذا وكتكون ما كتبقاش تقبل كيديك كل مره. تتكون مزيان الطريقه حتى كيفاش كدير، يعني بالطريقه حاولت انني نقرب لكم اقرب مسافه باش تشوفوا مزيان. هنا كتدخل البره في واحد العوينه كاينه تمايا، كاينه واحد التقيبه تما كتدخلها فيها باش، وعاد من بعد كتلويها على داك الخيط وكتجر. انتما كنحاول نوريكم الطريقه باش اي وحده اول مره غادي تخدم غادي تنجح معها الطريقه 100%. واخا ما يوريها حتى شي واحد، غتشوف الفيديو غتبدا سميتو، وريتكم الصبره كيفاش كتحل، وريتكم كيفاش سميتو زعما تخدمي جلابتك ولا قميصك غير من هاد غتدربي بحال هكا كيف ما درنا هاد التويبات، هكا كتدربي فيهم في الاول، ومن بعد غير كتولي تحفظي الطريقه صافي، تقدري تخيطي بها جليلبات قفيطنات. احنا غنوريكم الشكالات الاخرين، يعني فيديوهات الاخرين تابعوا معنا ان شاء الله، غنوريكم الشكال ديال الدرس، الشكال ديال الطرز، كل شيء اللي بغيتو ان شاء الله غتواصلوا معنا. وهذا اول فيديو ديالنا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم وتستافدوا من الخبره ديال الوالده ديالي. هذه راه القناه ديالها، هانتوما شفتوا الطريقه، راه شويه بشويه غير كتكملوا واحد 4-5 ضربات كيبدا يبان لكم الشكيل ديالها، كيبدا يتفرز. يعني في الاول الا جيتو غادي تجيكم القضيه قاصحه، يعني غادي تقولوا واش بغا يصدق ولا ما يصدقش ولكن من بعد مع خاص شويه الصبر وشويه ديال الممارسه راه غادي يجيكم ساهل الطريقه ديال هاد الخدمه. هانتوما شفتوا هاد اللون عطا لمعان اكثر من اللون الاخر، بين الخدمه، وراه الخدمه سهله وبسيطه، قدر اي واحد يديرها. وحنا دوك العيالات مساكن اللي قاعدين في الدار ما قادرين يمشيو يتعلموا، العيالات اللي ما تيخلو مرشاتهم يخرجوا، هذا تشوف الفيديو تصيب قميصها، تفصلوا كاع عند الخياط وتصيبوا راسها، ومن بعد غتوريكم حتى طريقه الفصاله. يعني الفصاله غنديروا شي فيديو ان شاء الله ديال الفصاله ديال القفيطنات ديال الجليلبات المبتدئات خطوه بخطوه، يعني تخيطي حويجاتك راسك. وكيف ما شفتوا راه البره ما كتكما والو، هانتوما شفتوا معايا البره كيفاش دايره، ما عندهاش داك الراس شويه مهرس. ها هي دابا ولات الخدمه كتبان في الاول، فاش يلاه كتبداي الضربه الاولى الثانيه الثالثه كيجيك داكشي بحال غير كتلعبي داكشي، ما بغاش يبان ليك، ما باين فيه والو، ما كيعجبكش كاع بعدا،
دي دغيا تتبقي حتى الزامي، زيدي زيدي بدا تخدمي حتى الرابعه والخامسه والسته، ديك الساعه تيبدا يبان لك سميتو ديك الملاقيه راه جات زوينه وباينه وعاطيه النظره وصافي، هي هذيك تتبدا تخدمي. ها انتما شوفوا دابا كيفاش اللوان، ها انتما شوفوا دابا من في الاول ما كتبانش ليك، تجيك خايبه في الاول، ولكن ملي كتبدي تخدمي 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 ملي كتبان لك تتبان لك بما جات زوينه. هنا عندنا الخيط كاين الرقيق وكاين الغليظ، ها انتما كما شفتوا معايا الخدمه الاولى فيها الخيط غليظ، الخدمه الثانيه فيها الخيط رقيق، باش ما غلطوا الخيط باش ما كتجي عامره وباينه، باش ما رققتوا الخيط كتجي شويه ناقصه. بالنسبه لهنا الصابره كيف ما قلت لكم، ها انتما الا ما عرفتوش كيفاش تصايبوها كتجي هكا كتخسر، والا خليتوها واحد المده طويله راه كتخسر، يعني كتصايبي القياس اللي غادي يخرج لك داك القفطان ولا ديك الجلابه. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، والى لقاء فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك وخليو لنا تعليق زوين باش تشجعونا نديروا فيديوهات جداد، هذه قناه جديده كنتمنى تكون تنال اعجابكم وتستافدوا منها 100%. السلام عليكم.